مشكل السيده دارت كسيدون وجبناها لهنايا للسبيطار محمد الخامس، ما داروا معها والو، جبا السبيطار محمد الخامس دخلوها تما قلبوا لها، قلبوا دا كيشوفوا عمرها 30 عام بقات في الانعاش شويه في الانعاش، طلعوها الفوق ما داروا لها حتى شي حاجه، قال لك شرينا الحديد شرينا الحديد شرينا المسائل، داكشي الدول اللي كيطلبوه كيشريناه، ولكن غدا تيقول لك غدا نديروا العمليه بعدين نديروا العمليه، ما عرفناش شنو داكشي اللي الاضراب يمكن كان الاضراب، ولكن بزاف داك الاضراب كيقول لك ثلاث ايام الاضراب ماشي السيمانه كلها اضراب، بزاف هذاكشي تخصهم يديروا الحل بحال هكا، تخصهم يديروا لنا الحل. السيده ماتت عندها جوج وليدات، ها هي امها مسكينه كات امها هي محنه امها معاها، مشكله هادشي راه تخصو الحل. البارح في الليل خبرونا مازال ما سلمش، ان شاء الله غنسلموه، طلع صوبنا الوريقات وداكشي، تخصهم يديروا الحل، تخصهم يديروا الحل، ماشي بنادم يجي هنا يبقى مليوح، راه مشكله هادي ضاعت الصباح ديال هاد الاضرابات. بنادم المسكين ما يعيش، اذا دابا المسكين ما يعيش، بنادم ما مسوقش داكشي ما مسوقينش، كنديروا له عمليات كره ولات مزيانه، هيا دابا خلات جوج وليدات وليد وبنيته، قلنا غتبرا وغتولي لاباس، قلنا بانها تبرات وليد لاباس، ولكن تازمونا ما قالوا لنا راه ماتت، هما الاطباء تخصهم يتحملوا المسؤوليه، ما ديرولهاش العمليه، خلاص تبقاو علينا غدا غدير العمليه بعدو غدير العمليه، بحال كيتفلاو علينا، اهمال بزاف داكشي. بنادم ما مسوقش، بنادم والله ما مسوق، فين الاطباء كيكون واحد اللي كيدور، فرمليه كلهم كيدور، ما داكشي مشكل، تخصهم يديروا الحل هادشي. اخت ديالي ضربتها طوموبيل، ضربتها في حومه الشوك، حدا المحكمه ديال الابتدائيه، طرق مغوغه. اللي ضربها ما هرب ما والو. راه شدو راه معتقل اليوم، هضر معايا اللي قايد الكوستا، جا عندي هاد النهار قال لي راه معتقل. انا كنت كنتمنى اختي ما يمكن اختي خايره 14 اليوم وهي كتهضر معايا كتقول لي اخويا راني عييت كدا شوفوا لي الحل نقدني. الاخت كتهضر بها خير فهمتيني. حتى البارح، البارح مع شي مع 11 ديال النهار دخلت في غيبوبه صافي عيني تسدو. مع 7 الصباح 8 كتهضر مع الوالده عاد. دارت 11 صافي عينيها تقلبوا هودوا الانعاش، مي هودوا الانعاش صونت عليا الوالده حيت كنت الناس كنشد لي صونت عليا قالت اختك راها كتموت هودوا الانعاش. قلت لها كيفاش سعد هضرت معايا في الصباح مع 7 الصباح هضرت معايا في الواتساب وتقول لي كتموت؟ قالت لي راها كتموت الوالده بقات كتبكي. نوضت هذيك الساعات لبست حوايجي جيت دخلت عندها الانعاش طليت عليها لقيتها مزال كتنفس مع شي مع الوحده ديال النار لقيتها مزال كتنفس. الوالده قالت لي سير ترتاح دابا نتهش هذا الليل وكذا حتى الليل وعاد اجي شوفها. مشيت مع شي 11 ولا 12 جيت دخلت الشتا لقيتها ميته. ما بغيتش نقولها للوالده انايا حيت الوالده دخلت حتى هي معايا وبقات كتشوف ما عرفتش واش كاينه واش ميته ولا حيه. قالت لي مالها وكذا عينيها مقلوبين ديري لها هذيك الفاصمه على عينيها هذيك راه على حساب الانعاش وكذا باش ما تبقاش تشوف وكذا. انا هي موفيه السبب ديالها الايمان ديال الاداره اخويا العزيز. ما كاينش طباخ اي ما خدامين ما والو كيديو خلاص هما كيخدموا مثلا كيتخلصوا وخدمتهم ما كيديروا والو. دابا تدخل للطبيب تلقى مصيبه اللي دار 15 يوم ولا 14 ايام وكيموت مسكين بنادم ما مسوقينش. بزاف بزاف اخويا اضرب ديروه طلبوا بحقكم ماشي يقول لكم ما ديرش الاضراب كني نقدوا هاد الناس كان عندهم ما يجيش لمحمد الخامس ديال سيدنا الله يطولنا في عمره يمشي ديال الفلوس بنادم ما عنده شيء كان عنده يمشي ديال الفلوس يجبد ويميزي ويعطي رزقه. هادشي هذا ديال الخوادريه راه ما نسمحش فيه. انا كنطلب حقي من هاد الناس هادو وكنطلب هاد الدكتور اللي كان داير نتبعها كنطلب منه هو تابع هو لا تابع حيت هو السبب الموت ديالها 15 يوم وهي مجبده كنقدها النهار الاول النهار الثاني 4 ايام 3 ايام 5 ايام ما تموتش هو السبب الموت ديالها. انا كنتابع وانتابع وما نتفكش معها اخي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.